وانتي فكرتي في اللي احنا اتكلمنا فيه قبل العملية؟ انت ليه بتفتح الموضوع ده دلوقتي؟ لا ما فكرتش، عشان مش مقتنعة اصلا. بالعكس، الحمد لله دلوقتي احنا اطمنا على انكل، فعندنا اباتر تشانس ان علاقتنا تبقى احسن من الاول بكتير، نبتدي صفحة جديدة. ما احنا ما بنعملش حاجة من بداية علاقتنا دي غير ان احنا بنبدأ صفحات جديدة. ماشي بيبي، عشان انا بحبك ومتمسكة بيك، حتى لو ده بيجي على كرامتي. ما انا مش عايزك تيجي على كرامتك يا نانسي، والله العظيم ما عايزك تيجي على كرامتك، عشان المرة دي متأكد بجد ان احنا مش هينفع نبقى مع بعض تاني. حسين حبيبي، ايه المشكلة؟ احنا طول الوقت بنتخانق ونرجع تاني نتصالح عادي، يعني في ايه؟ انا حاسس ان مشاعري ابتدت تتحرك ناحية حد تاني. طالما ده حصل يبقى عالية طبعا. عالية او غير عالية نانسي، هو مش فارقة مين. يعني ايه مش فارقة مين؟ يعني ايه مش فارقة مين؟ انت بتخوني وتحب واحدة تانية وتقولي مش فارقة مين؟ نانسي انا ما حبيتش حد ولا خنتك، انا بقولك مشاعري ابتدت تتحرك ناحية حد تاني. حسين، سمي الحاجات بأساميها.